والأمان ضاع شنو أصعب من أبوه ودع أولاده هم النوميت شو ساعة جوه والصدى تخيل مشهد علي راس بالوسادة طبر الراس باخر انفاس عيني ينظر للحسن والع الافاضه قلب مكسور دمع منثور مثل طير الغصن تكسر عواده طبر الراس باخر انفاس روز اخون ميشي طبر الراس باخر انفاس بعيني ينظر للحسن قلب مكسور دمع منثور قلب مكسور دمع منثور مثل طير على الغصن يتكسر عواده إذا راح الأبو يعني الأمل راح ولا حد من بنينا لحظة يرتاح تطيح الخيمة لو من هالعمى طاح شكثور صعبة وداعت ساعة الموت إذا الوالد يوصي خافت الصوت ولا صعب من تشوفه فوق تابوت إذا راح الأبو يعني الأمل راح ولا حد من بنينا لحظة يرتاح تطيح الخيمة لو منها العمى طاح شكثور صعبة وداعت ساعة خافت الصوت ولا أصعب من تشوفها
فوق تابوت بعيني يدير النظر دمع الخد انهمر نظرة ضياع وقت الوداع يتأمل اليتامى بعيني يدير النظر ودمع الخد ينهمر نظرة ضياع وقت الوداع يتأمل اليتامى ساعة ينظر للحسن قلب ذاب من الشجن ساعة ينظر للحسن قلب ذاب من الشجن والمجتبى ينادي الأبو ويا مع السلام الخد انهمر نظرة ضياع وقت الوداع يتأمل اليتامى ساعة ينظر للحسن قلب ذاب من الشجن المجتبى ينادي الأبو ويا مع السلامة في قلبي جروح مو يا لا تروح مو كافي أمنا في قلبي جروح مو يا لا تروح مو كافي أمنا فاطمة راحت في قلبي جروح مو يا لا تروح مو كافي أمنا فاطمة راحت مو سهلة يا يذبحنا غياب شلون بصباح العيد نفرح يا بويا في إحدى الزوايا الدار عزيزة حيدر الكرار تشوف المشهد القاسي وتهي للعين وفي إحدى زوايا الدار عزيزة حيدر الكرار تشوف المشهد القاسي وتهي للعين حسن ودموعه على الخدين وإقبال أخوه حسين والكافل أبو فاضل وسط الاثنين كل أبويا لا تروح وتترك بقلبي كل أبويا لا تروح تترك بقلبي لا تخلينا بيتين يا أبو ليتام لا تخلينا بيتم يا أبو ليتام لا تخلينا بيتم